السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منارات، والتي نبدأها بأبرز ما فيها. منتدى العلماء يصدر بيانا حول المذبحة التي تجري في درعا. كذلك الأمر سننتقل إلى خبر آخر ونتابعه، وهو متعلق بمؤسسة رشد التربوية ومجموعة القدس الكشفية وإقامتها الحفل الختامي. في كذلك الأمر هذه الحلقة سنتعرف عن ندوة غاية في الأهمية عقدت في أوروبا، وهي بعنوان مسلم أوروبا والمشاركة المجتمعية. أخبار كثيرة وأنشطة وفعاليات مهمة قام بها علماء الأمة في هذه الحلقة. إذن نبدأ خبرنا الأول، حيث استنكر منتدى العلماء قتل الأبرياء في درعا، معتبرا ذلك من أكبر الجرائم التي تستوجب أقصى العقاب وأشد العذاب. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتابع المنتدى ببالغ الأسى والحزن الأخبار التي صدرت عن المجزرة التي وقعت في درعا، والتي راح ضحيتها كثير من الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ. وقال إن قصف المدنيين العزل ودمار وتخريب وسفك الدماء يعد انتهاكا صارخا لقيم الدين والمبادئ الإنسانية والأعراف، ويعد جريمة كبرى بحق الإنسانية جمعاء. انطلاقا من المسؤولية الشرعية والقيم الأخلاقية والإنسانية وواجب النصرة ومحاولة لوقف المجازر المتكررة بحق الشعب السوري، فإننا كما يقول المنتدى في منتدى العلماء نستنكر هذه الجريمة البشعة. وكذلك الأمر أعلن العديد من النقاط، منها إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الجريمة والقصف الوحشي والعشوائي الذي يتعرض له الشعب السوري في درعا، كما ندد بصمت العالم والمجتمع الدولي أمام المذابح المستمرة في سوريا. تلاها العديد من البيانات وكذلك الأمر المطالبات، منها دعوته وسائل الإعلام الحرة العالمية إلى تغطية هذه الجريمة لتبين هذه المجازر الشنعاء في حق شعب أعزل طالب بحريته وكرامته. كذلك الأمر ناشد منظمات الإغاثة الإنسانية ببذل الجهود الإغاثية والعمل على مساعدة المتضررين والمشردين من أبناء سوريا في درعا، خاتما بالآية الكريمة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقدم زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي على إلقاء نسخة من القرآن الكريم على الأرض في مدينة ستوكهولم بهدف استفزاز مشاعر المسلمين في السويد. وأفادت مصادر صحفية أن زعيم الحزب اليميني المتطرف بالودان وقف أمام مسجد فيجا الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية وبيده نسخة من القرآن وسط إجراءات أمنية مشددة في مكان محيط المسجد خاليا. وعقب ذلك توجه بلودان إلى حي فيجا الذي ضم الأتراك واللاجئين المسلمين بكثافة، ورمى القرآن على الأرض، ما جعله يواجه انتقادات حادة من المسلمين والسكان. إثر ذلك تجادل المواطن من أصل تركي فتحي كان مع عناصر الشرطة الذين وفروا الحماية للمتطرف الدنماركي. وكان كان قد رمى القرآن سابقا، واعتبره كذلك الأمر فعلا متكررا من قبل الكثير من المتابعين.
نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيد علي بن بير علي جيلاني الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما ويعتبر من كبار رواد الحركة التحررية في كشمير، وسجن سنوات طويلة لكن ذلك لم يثنه عن مبادئه. ويعد الفقيد جيلاني أحد الزعماء المسلمين في كشمير المدافعين عن حقوقهم المشروعة شرعا وحسب قرارات الأمم المتحدة. وقد ولد سيد علي بن بير علي جيلاني في 9 سبتمبر أيلول عام 1929 في قرية من قرى كشمير، ونشأ في أسرة تهتم بالعلم. كذلك الأمر بدأ جيلاني تعلمه وتعليمه الأول في مدرسة بوتينغو وتخرج فيها وكان من الطلاب المتفوقين، ثم التحق بمدرسة سوبور التي ظل فيها 5 سنوات وحصل على شهادة الصف العاشر، وهو ما يؤهله للالتحاق بالجامعة بحسب نظام التعليم الباكستاني. وتعرف رحمه الله دراسته على الكاتب المؤرخ محمد دين فوق وهو من سكان لاهور، فأخذه معه إلى لاهور ليكمل دراسته، وظل سيد علي سنة فيها ثم التحق بكلية أورنائيل حيث جذبه إليها ما كان يدرس فيها من مواد أدبية كديوان العلامة محمد إقبال، بنك درة وغيرها من المواضيع الشيقة. له بعض المؤلفات باللغة الأوردية رحمه الله، كما كتب العديد من المقالات في المجلات الكشميرية والباكستانية وغيرها. وقد فقدت الأمة الإسلامية كما يقول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين داعية من دعاتها المربين الأفاضل، نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويجزيه خير الجزاء ويكرم نزوله ويدخله جنة الفردوس ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. دعت مؤسسة رشد التربوية ومجموعة القدس الكشفية إلى المشاركة في فعالية الحفل الختامي لنادي رشد الصيفي الأول وحفل الترفيع الكشفي السنوي الذي تنظمه المؤسسة والمجموعة هذا العام عام 2021 تحت عنوان سيف القدس يحمله جيل التحرير، وذلك يوم السبت في 11 من أيلول سبتمبر 2021. يستضيف الحفل كذلك معالي الشيخ سالم الشيخي مستشار المؤسسة ووزير أوقاف ليبيا السابق، كما يحيي الحفل الفنان القدير الدكتور محمد أبو راتب. تفاصيل أوفى في هذه الفقرة يسعدني أن أرحب فيها بضيفي الدكتور محمود النفار رئيس مؤسسة رشد التربوية. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج منارات. دكتور، نبارك لكم هذا الجهد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلله بالنجاح والتوفيق. أهلا وسهلا بكم أستاذ فاتح، سعيد جدا بانضمامي ووجودي اليوم بين إخواني في قناة قاف وضيفا في هذا البرنامج المبارك، برنامج منارات الذي هو حقيقة منارة من منارات هذه الأمة، يغطي الفعاليات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يتقبلها من إخواننا. اللهم آمين. شكرا جزيلا لكم. في البداية، هذه الدعوة هي دعوة عامة لحضور ما أطلقتم عليه سيف القدس يحمله جيل التحرير، وهذا اللقاء المرتقب هو لقاء فيه الكثير من الفعاليات التي سبقت، هو ما الذي جرى؟ الحقيقة لو تأذن لي أن أبدأ الحقيقة أعرف بمسارات العمل داخل المؤسسة لأنه هي المدخل التي ستوصلنا للحديث عن الحفل الختامي. المؤسسة والدعاء الشباب المشرفون عليها نظروا أنفسهم في العمل ضمن 5 مسارات. المسار الأول هو مسار التربية، وفي ضمن هذا السياق يأتي هذا فعالية النادي الصيفي ومن ثم الحفل الختامي. المسار الثاني هو مسار صناعة المربين. المسار الثالث هو مسار تصميم البرامج التربوية. الرابع إعداد المناهج التربوية. والخامس وهو مسار إعداد المحتوى التربوي. نحن لاحظنا الحقيقة هنا في تركيا في أوساط الجالية العربية، لاحظنا هناك
العديد من التحديات التي تواجه أبناءنا وتواجه هذا الجيل الذي يواجه العديد من التحديات الإيمانية والتربوية والسلوكية والأخلاقية، وتلك التحديات المتعلقة بالهوية من الثقافة واللغة. كما تعلمون هنا المدارس جميعها تقدم مناهجها باللغة التركية، وهذا انعكس الحقيقة، يعني وجدنا آثاره على طلابنا وعلى أبنائنا وعلى الأجيال من أبناء الجالية العربية المتواجدة في تركيا وهي بالملايين كما تعلمون. جميل. لذلك توجهنا إلى إعداد برنامج متنوع يغطي مجموعة من المحاور، سواء المحور القرآني أو التربوي أو المعرفي أو المهاري أو الرياضي أو الترفيهي. يا سلام. وهذه المحاور أو هذا البرنامج جاء بعد الحقيقة نقطتين أو يعني مفصليتين. الأولى بعد انتهاء الحظر، نحن وجدنا بدأت منذ بداية شهر رمضان حظرا طويلا أتبع باختبارات الطلاب، ومن ثم جاء هذا الصيف المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى مليئا بهذه البرامج التي ملأت أوقات الطلاب وأيضا قدمت لهم النافع المفيد خلال الصيف، حتى لا يذهب الصيف يعني هباء، خاصة وأن الفترة الماضية كما تعلمون كان التعليم فيها عن بعد، وفيه من السلبيات التي ربما يعني الكل بات يعلم بها. الحدث الثاني هو معركة سيف القدس في فلسطين. هذه المعركة المباركة التي كانت يعني تمثل درع الأمة عن المسجد المقدس، المسجد الأقصى المبارك، نحن أردنا أيضا أن نعرف أبناءنا وأبناء الجالية العربية ليكونوا عن قرب أكثر من المسجد الأقصى المبارك، دورهم واجبهم تجاهه. ولذا سمينا هذا النادي الصيفي الأول بعنوان سيف القدس يحمله جيل التحرير، إيمانا منا بأن سيف القدس حتى يحمل هو بحاجة إلى مجموعة من المعارف، من المهارات التي يكتسبها الطفل أو الفتى أو الشاب، يا سلام. حتى يستطيع أن يقوم بدوره طيب، المأمول خلال يعني حتى يقوم بدوره تجاه هنا المسجد. هنا التعريف وكذلك الأمر، يعني الوجهة إلى القدس وإلى أولى القبلتين، وهذا سيف القدس يحمله جيل التحرير. جيل التحرير تكررت في العديد من الأنشطة وكأنها باتت اليوم حقيقة منتظرة لا حلما ربما يسعى لتحقيقه. من خلال كلامك لافتني أنكم تقومون على التهيئة من خلال أدوات التحرير، أبرز هذه الأدوات التي تم الحديث فيها، وهل في الجانب الترفيهي الذي ذكرته قبل قليل يعني نشاط من هذه الأنشطة أم ماذا؟ الحقيقة إنه إحنا يعني كانت ربما يعني أشكركم الحقيقة، يعني وضعتم يدكم على بصمة هذا البرنامج وهو البصمة المقدسية. هذا الحقيقة هو الذي ميز هذا البرنامج عن بقية البرامج التي تقدمها يعني المؤسسات المختلفة. نحن في جميع هذه المحاور ضمننا هذه البصمة المقدسية، يعني مثلا كانت العروض المرئية تعمق هذا المفهوم وهذه البصمة. كان الأطفال مثلا يشاهدون مسلسل كرتون عنوانه الشيخ أحمد ياسين. يا سلام. كان الطلاب رحمه في الله. رحلة المرحلة الثانوية كانت إلى الذهاب إلى بانوراما إسطنبول، إلى مسجد آيا صوفيا، إلى قلعة روما لهيصار، حتى نقرب لهم الفتح. فنحن أردنا أن نربط بين فتح إسطنبول وبين فتح بيت المقدس، حتى يكون خاصة وأن فاتح القسطنطينية كما تعلمون هو شاب، يعني كان في مقتبل عمره، فأردنا أن نلهم هذا الجيل الذي بتنا حقيقة كما ذكرتم بتنا على يقين أنه هو جيل التحرير القادم. ودعني ألفت أستاذنا الأستاذ فاتح، أحد بعض طلابنا في البرنامج هم أبناء الشهيد محمود فارس أحد مهندسي المقاومة. نعم. هؤلاء الطلاب يعني كانوا من أوائل الذين سجلوا في هذا البرنامج،
وهذا ربما يعكس روح التحدي التي يحملها شعبنا الفلسطيني وأمتنا، أن الشهادة لا تعيق، وأن الشهادة حافز نحو الاستمرار وبذل المزيد والمزيد من أجل تحرير مسجدنا الأقصى المبارك. جميل جدا. في هذا النشاط من سيكون حاضرا؟ والدعوة كما قلنا أنها عامة، أين سيعقد وكيفية الحضور؟ هذا الحفل سيكون حقيقة يحتوي على نشاطين كبيرين، النشاط الأول هو نادي رشد الصيفي الأول، وأيضا حفل الترفيع الكشفي السنوي. جميل. هنا موجود في مدينة إسطنبول وفي تركيا كشافة تحمل اسم كشافة القدس. نحن أردنا أن يكون هناك أيضا بصمة مقدسية في العمل الكشفي، ومن خلالها يقوم الشباب يتدربون على الجدية والانضباط، ويأخذون القيم التي يعني تبني وتصقل الشخصية، شخصية الشاب والفتى المسلم بالشكل المطلوب، نعم، والذي يعني يمكن بإذن الله أن يبنى عليها إن شاء الله عز وجل. هذا الحفل سيكرم فيه جميع الطلاب الذين شاركوا في النادي، وأعدادهم يعني قريب من 150، وطلاب الذين شاركوا في الكشافة وعددهم أيضا تقريبا بذات العدد. جميل. طبعا هذا الحفل هو حفل في مدينة إسطنبول فقط، ولكن هناك أعمال في قرابة 22 مدينة هي تمثل ركائز للمؤسسة، كانت لها جهود وكانت لها أنشطة مباركة خلال الصيف وخلال الفترة القادمة إن شاء الله. الحفل سيستضيف بإذن الله يعني فضيلة الدكتور سالم الشيخي، وهو أحد مستشاري المؤسسة، ما شاء الله. صاحب يعني رأي وصاحب إفادة كبيرة جزاه الله خيرا. سيستضيف أيضا الفنان محمد أبو راتب، الدكتور محمد أبو راتب، وكذلك ستستضيف المؤسسة في هذا البرنامج كلمات متنوعة للطلاب، لأولياء الأمور، للمجموعة الكشفية، وستقدم فيها مسرحية تحاكي معركة سيف القدس، سيقدم فيها نشيد جماعي، يعني كل ذلك حتى يعني هو مؤطر بإطار أن يكون هؤلاء الفتيان وهؤلاء الشباب لهم دور في إدارة الأعمال التي نقوم بها، وليس فقط أن يكونوا فقط عبارة عن طلاب مشاركين ضمن هذه البرامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلله بالتوفيق والنجاح، وكذلك الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمؤسسة رشد، هذه المؤسسة الجميلة والتي تقدم هذه الأنشطة. دكتور محمود النفار، رئيس مؤسسة رشد التربوية، أهلا ومرحبا بك دائما معنا، وشكر الله لكم. ختمت أعمال الملتقى العلمي الدولي للشباب في نسخته الثالثة بإقامة حفل الختام في مدينة إسطنبول التركية بعد انتهاء البرامج العلمية والتي استمرت أسبوعا كاملا تحت شعار ننجز معا. هذا الشعار جعلته المؤسسة كذلك الأمر على رأس اهتماماتها، وحضر الافتتاح ثلة من العلماء الأكابر وكبار الضيوف، إضافة للداعمين من الجهات الرسمية والشعبية، وقد تم إهداؤهم مجسم قبة الصخرة تعبيرا عن الشكر والتقدير. اختتمت أعمال الملتقى العلمي الدولي للشباب في نسخته الثالثة يوم الجمعة الماضي بمدينة إسطنبول التركية. حفل الختام جاء بعد انتهاء البرامج العلمية التي استمرت أسبوعا كاملا تحت شعار ننجز معا، وحضر حفل الافتتاح ثلة من العلماء وكبار الضيوف، إضافة للداعمين من الجهات الرسمية والشعبية، وقد تم إهداؤهم مجسم قبة الصخرة تعبيرا عن الشكر والتقدير. السيد حسين دميرال نائب مفتي اسطنبول ألقى كلمة في الحفل أكد فيها على أهمية الشباب في بناء الأمم. يا معشر الشباب، يا من نعتز بهم ونفتخر بهم، أنتم ثروتنا، لا الذهب ولا الفضة ولا غيره. كما تحدث السيد شاهد الدين مدير مدرسة الأئمة والخطباء المحتضنة للملتقى، مذكرا الشباب بمسؤولياتهم. أيها الشباب، الثقة فيكم قوية والأمل كبير
فيما تحملونه من صفاء نفوسكم ونقاء عقولكم. إضافة إلى ذلك، احتضن الملتقى عروضاً منوعة شملت مسرحيات تعالج قضايا الأمة الواقعية ودور الشباب في معالجتها وتقديم الحلول لها. إذن تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. يسعدني أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة فضيلة الشيخ علي اليوسف، رئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين ومدير الملتقى. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ علي. حياكم الله، أهلا بكم. يا حياكم الله. ما شاء الله، هذا الملتقى يعني الجمع فيه جمع عظيم وفكرته رائدة كعنوانه، ماذا تقولون عنه في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، طبعا نحن خلال هذه النسخة الثالثة لهذا الملتقى، الملتقى الأول كان في مدينة يالوا في تركيا، والملتقى الثاني بسبب الكورونا كان عبر الزوم، وهذا هو الملتقى الثالث. كان مقرر أن يكون في كونيا، ولكن الأوضاع التي تمر بها البلاد والأوضاع الصحية كذلك قلصت هذا الملتقى الذي كان مقررا أن يكون لأكثر من 60 دولة في العالم يشاركون في هذا الملتقى. العلماء الشباب يشاركون معنا في هذا الملتقى، وبناء عليه كان في اسطنبول، وكان لقرابة 26 دولة شاركت معنا في هذا الملتقى الذي تجاوز عدد أفراده 130 مشاركا ما بين 19 عاما و 35 عاما. هؤلاء كان يشترط عندنا أن يكونوا من العلماء الشباب والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، والذين يحملون الرسالات ويكونون رواد لبيت المقدس. أنا أقول بأن هذا الملتقى الثالث لشباب الأمة ولعلماء الأمة الشباب كما أحب أن أسميه، هو غاية في الأهمية وغاية في الحساسية، لأنه ينشر قضية القدس وفلسطين في أرجاء المعمورة، ويصبح عندنا رواد لبيت المقدس في كل مكان في هذا العالم. وهذا فعلا الذي حصل منذ اللقاء الملتقى الأول، مع أنه ملتقى علمي، يعني ليس ملتقى ربما موجه لفلسطين، بل ضم العديد من الجنسيات كما تابعت. نعم أخي الكريم، صحيح عندنا عدة محاور حقيقة. محور القضية الفلسطينية كان محورا رئيسيا وأساسيا. كان عندنا محور قضايا الأمة بشكل عام، كل قضايا الأمة وتجارب الناجحة في الأمة، مثل التجربة التركية على سبيل المثال، وشارك معنا قيادات كبيرة في هذا البلد، وشارك مع من علماء الأمة أمثال العلامة الددو، دكتور عصام البشير، ورئيس الشؤون الدينية السابق بروفيسور محمد كرماز، ورئيس الإمام وخطيب في هذا البلد هنا دكتور نظيف يلماز، وعدد كبير حقيقة من الشخصيات التي شاركت معنا خلال هذا الملتقى. صحيح كلامك تماما، هو ملتقى لعلماء الأمة، لكل هذه الأمة، لأوجاعها، لأهاتها. تعرفنا على أوضاع المسلمين في تركستان الشرقية، في أماكن كثيرة في العالم، عبر ما نقله أبناء هذه الأمة، ونقلوا تجارب مشتركة من أجل أن نتدارس شؤوننا معا، ونخلص إلى بعض الخلاصات التي وصلنا إليها من خلال هذا الملتقى العلمي الذي استفدنا من بعضنا كثيرا في هذا الملتقى. وكانت فلسطين حقيقة حاضرة، وأردنا من خلال هذا الملتقى أن يكون عندنا سفراء للقدس وفلسطين في كل العالم الإسلامي. جميل جدا. محاور هذا اللقاء، هل كان اللقاء بداية تفاعليا أم أن له محاور منظمة؟ على ماذا اشتمل؟ ما أبرزها؟ نعم أخي الكريم، كان عندنا خلال هذا الملتقى عدة أمور حقيقة. عندنا محاضرات تفاعلية، عندنا ورش عمل، عندنا تقسيمات لمجموعات من عدة بلاد لأقسام لها علاقة بالإعلام، ولها علاقة بالدعوة، ولها علاقة بالقدس، ولها علاقة بهموم الأمة ومشاغل الأمة. عندنا كان حقيقة عروض غاية في الأهمية، محاضرات علمية، مناشط رياضية، رحلات، وكان عندنا برنامج إيماني
مركز جدا من الفجر إلى الليل، يتضمن صلاة الفجر طبعا والموعظة وصلاة الضحى وكذلك قيام الليل. ويعني البرنامج الإيماني كان برنامجا مركزا إلى جانب البرنامج العلمي والبرنامج التفاعلي مع قضايا الأمة وشعوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا الجهد المميز، فضيلة الشيخ علي اليوسف رئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين ومدير الملتقى، شكر الله لكم لوجودكم معنا شكرا في لك، منارات. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، سننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنواصل حول أنشطة متعددة وفعاليات جميلة. أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية. قاف التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. سليم وقول حسن، وقول حسن. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قاف التفاعلية، معك أينما كنت. من جديد حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مع افتتاح المدارس للعام الجديد والعودة إلى صفوف التعليم، أطلقت أكاديمية الرواد الإلكترونية دبلوم يتحدث عن التربية العملية، وستكون مواد الدبلوم وفق المحاور التالية: أصول ومهارات المربي، ورسالة القيم غرسا وتطبيقا، التربية بالأحداث والوقائع في القرآن الكريم، البناء النفسي للمسلم، الاتجاهات التربوية الحديثة. ينطلق الدبلوم بتاريخ 11/9/2021، يبدأ التسجيل في الرابع، أو بدأ فعليا في الرابع من الشهر الجاري، ينتهي في العاشر منه. الدبلوم بطبيعة الحال كما تتابعون مجاني، ويمكن للجميع أن يصل إليه من خلال ما تتابعون على الشاشة من الإعلان الذي أعلنت عنه أكاديمية الرواد. طبعا سيكون مع الدكتور غازي التوبة، دكتور مفتاح، والدكتور نقرش، ودكتور الهجري، وكذلك الأمر الأستاذ سامح قنديل. إذن كما تتابعون على الشاشة الآن، ويمكنكم تثبيت هذه إن كنتم تتابعونها على اليوتيوب للتواصل مع الأكاديمية. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تفاصيل أوفى في هذا اللقاء. يسعدني أن أرحب بفضيلة الدكتور أحمد الفرجابي، وهو مستشار تربوي وأسري. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور.
مرحبا بك أستاذي وبهذا الجمهور المتميز، ونشكر لكم هذا الحرص على إشاعة الوعي التربوي ونشر الثقافة التربوية، ونسأل الله أن يستخدمنا في رضا رب البريد. يا حياكم الله، شرف لنا وجودكم معنا في البداية، وكذلك الأمر نأمل من حضراتكم أن تعرفنا بداية في هذا الدبلوم وأهميته، خاصة في هذا التوقيت مع افتتاح المدارس. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتم الرسل والرسالات، ورضي الله عن أصحابه والصحابيات. أكرر لكم الشكر على الاهتمام والمشاركة في نشر الوعي التربوي في هذا الدبلوم الذي يأتي في بداية عام دراسي جديد نعود فيه إلى المدارس. والعودة إلى المدارس ليست حقائب نشتريها أو كتب نقتنيها، ولكنها عودة إلى ساحة من ساحات الطاعة لله تبارك وتعالى. واسمح لي بداية أن أحيي أكاديمية الرواد الإلكترونية عبر منصاتها جميعا، وخاصة هذه المنصة التربوية الشاملة التي تجد الرعاية والاهتمام من الأكاديمية، أكاديمية الرواد، وهي أكاديمية رواد كاسمها، والرائد لا يكذب أهله. حقيقة هذا الدبلوم، المرحلة التعليمية هذه أو العملية، تأتي بعد مراحل تعليمية، بعد تجاوب، بعد تواصل جميل جدا مع كفاءات تربوية. ونحن نهدف من خلال هذا الدبلوم الجانب العملي إلى أن نحول هذه التربية فعلا إلى ممارسات عملية، حتى نسد حاجة المؤسسات التربوية والمحاضن التربوية. ولأننا نهتم بالمستقبل، فإننا نركز على بناء قيادات من خلال طلاب الجامعات، من خلال المهتمين بالعمل التربوي. ولا يخفى على أمثالكم من الفضلاء أن عملية التربية أولا مستمرة، وأن عملية التربية لا بد فيها من تبادل خبرات وتفاعل ملكات وهبها الله تبارك وتعالى للبشر، فنحن نستفيد من بعضنا ونتعلم. ويسعدنا أن نقول تعودنا أن يكون الطلاب في هذه الأكاديمية من الرواد فعلا، من المربين والمربيات، من المهتمين الذين استفدنا أيضا نحن من خبراتهم، من إنجازاتهم، من أعمالهم، من إسهامهم، وسعدنا جدا بالجدية التي هي شرطنا الوحيد. فالدبلوم فعلا مجاني، لكن نشترط يعني الحرص على الحضور، لأننا جميل. نريد فعلا أن نسد هذه الثغرات ونؤهل كادر تربوي يخدم الأمة. هو لتأهيل كادر تربوي كما فهمت من كلامكم وكما فهمت من الإعلان أيضا، يعني للمعلمين أم للطلبة؟ أحسنتم، هو للمعلمين بالدرجة الأولى، لأنه المحرك الأول ويعني عنصر التغيير الأكبر، وكذلك للدعاة والمهتمين والمهتمين بالتربية، وطبعا الآباء والأمهات شركاء النجاح في العملية التربوية، وأكبر المستفيدين من الاستثمار في أبنائهم. فإن أكبر استثمار ينبغي أن نستثمر فيه هم جيل المستقبل الذي نؤهله ونأمل فيه ومنه الخير الكثير. وبالتالي هذه المرة لو لاحظت العناوين حريصة فيها حرص شديد جدا على الجانب العملي، لأن الجانب النظري أشبع بحثا في الدبلومات السابقة، من خلال الدورات السابقة، من خلال المشاركات، من خلال الفلاشات التربوية التي تحرص المنصة على عرضها. الآن نحن جئنا للجانب العملي، كأن عندنا كادر يقول أنا في الميدان، فماذا تساعدوني؟ كيف أغرس القيم مثلا؟ ولاحظ القيم تغرس، ومعنى أنها تغرس يعني كأنها زرع، فهي تحتاج إلى معرفة بالبيئة، حسن انتقال الثمرة، معرفة للموسم، يعني كذلك عناية ورعاية، إبعاد الطفيليات والمخاطر عن هذه النبتة حتى تخرج الثمرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يا سلام. أيضا لو تلاحظ أن هناك تجارب للمربين، وأيضا هناك تربية عملية من خلال القرآن. يعني التربية العملية بمعنى أن نعرض نماذج عملية، لأن يعني دائما عملية التربوية في أصلها التي هي من أركان البعثة المحمدية، فالنبي يعلمهم ويزكيهم، هذه من أركان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. التزكية اقتضت حكمة الحكيم أن يكون المربي نموذج يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ونحن نستفيد من هذه التقنية المنتشرة، ونسعد بتعاون وتعانق القنوات الرائعة من أمثالكم في إعادة نشر ما تنتجه الأكاديمية في إشاعة هذا الوعي التربوي المهم جدا، حتى تكون الثقافة التربوية ثقافة مشاعة. فإن من أحسن تربية ولده فقد أغاض عدوه. يا سيدي، هذا أقل الواجب، يعني ما نقوم به، إنما النشاط وحضرتكم كذلك الأمر موجودين فيه ويعني تقومون عليه، فهذا يعني جهد واسع تقومون به، أقل الجهد إن غطى إعلاميا. أختم معكم هنا بكلمة لمن أراد الحضور، ماذا تقولون
له. أحسنتم. أولا نحن ندعو الجميع إلى الحضور، بل ندعوهم إلى التنافس والتفاعل والمشاركة الفعلية، وأن لا يبخلوا علينا بتجاربهم. فما من أب ولا أم أو معلم أو داعية أو إنسان في موقع إلا له خبرات يعني تربوية يحسن عليه أن يحسن عرضها وإرسالها للمنصة لتعيد إنتاجها، لأننا نريد حقيقة أن نرفع الأمية التربوية عن أمتنا، فلن تعود للأمجاد حتى نربي على هدى وخطى النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قواعد وثوابت هذا الشرع، وأيضا اهتماما بمتغيرات العصر، كما قال علي: ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. فنحن نريد أن نربط العصر بالأصل، ونريد أن نجمع بين التراث المعاصر، نعيد أمجاد أمتنا، بل نقدم للدنيا نموذج تربوي ينطلق من خالق البرية، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير الذي أعطى هذا المنهاج التربوي. ولذلك نحن نريد أن نقدم خدمة لأمتنا، بل نقدم خدمة للدنيا الحائرة في الميادين التربوية، لأنها ابتعدت بها عن هدي خير البرية عليه الصلاة الله وسلامه، ولا يعرف أسرار الصنعة مثل الصانع، ولا يعرف أسرار هذا المخلوق سوى الخالق. فلا حل أمام الناس إلا أن يقبلوا على مثل هذه المنصات التربوية، نتعلم ونتعاون، نعود إلى التربية، نعود إلى التعليم، لأن هذه هي عناصر التغيير الفعلي والتأثير الذي تهدف إليه يعني هذه المؤسسة الأكاديمية، أكاديمية الرواد، متمثلة في منصاتها المختلفة الدعوية الإعلامية الإنسانية وكافة المنصات الموجودة في هذه الأكاديمية. ولكننا في المنصة التربوية نعتبر أنفسنا القاعدة والأساس، فما من منصة إلا وهي تحتاج إلى كادر ربي على قواعد وثوابت هذا الدين العظيم. جميل جدا. كذلك الأمر، يعني أردت الختام معكم، ولكن فيما يتعلق هنا بالاتجاهات التربوية الحديثة، لفتني هذا العنوان ولو أنه جاء خامسا إلا أنه مهم، فقط يعني تعريف بسيط بهذا الموضوع. حقيقة نحن في التجارب الحديثة نعنى بها أولا التجارب في محاضن المؤسسات الإسلامية الجماعات الإسلامية، ونعني بها أيضا المتغيرات الجديدة من حولنا. فالتربية هو هم عالمي ولكل الناس تجارب، وهذه التجارب نحن عندنا نتعامل معها وفق التصفية وحسن الانتقال لتجارب الآخرين، ثم نحاول أن نصوب تجاربنا في الساحة والميدان الإسلامي، لأنها حتى لو وجد فيها اختلاف واختلاف تنوع قابل للنقاش وقابل لحسن الانتقاء والاستفادة ما فيه نفع لنا وللبشرية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل خير لوجودكم معنا في هذه الحلقة من برنامج منارات. الدكتور أحمد الفرجابي مستشار تربوي وأسري كان معنا في هذه الحلقة، حديث كان مهم جدا. إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام، حيث أقامت هيئة العلماء والدعاة بألمانيا بالتعاون مع المجلس الأوروبي للأئمة ندوة مهمة تحت عنوان مسلمي أوروبا والمشاركة المجتمعية، وقد تحدث فيها الأستاذة رغد التكريتي رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا ضمن محور المسلمة الأوروبية والمشاركة المجتمعية، التحديات والفرص. كذلك الأمر تحدث فيها الدكتور ياسين لافرم رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا عن المؤسسات الإسلامية والمشاركة المجتمعية، التجربة الإيطالية، الآفاق والنتائج. وكذلك الأمر تحدث الأستاذ حسام شاكر وهو كاتب وباحث في الشؤون الأوروبية والدولية حول تحديات المشاركة. إذن تحدثا عن تحديات المشاركة ومعيقاتها في زمن التحولات، والمشاركة المجتمعية، التجربة الإيطالية، الآفاق والنتائج. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنتحدث عن هذه الندوة المهمة مع الأستاذة رغد تكريتي رئيس رابطة أو الرابطة الإسلامية في بريطانيا. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، كما يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ طه سليمان عامر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للأئمة. أهلا ومرحبا بكما معنا في هذه الحلقة. نبدأ مع الأستاذة رغد. في البداية، ما أهمية طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت أستاذة؟
تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. حياك الله. الحقيقة هذا الموضوع يعني دائما من المهم طرحه ونقاشه والتحالف حوله، لأننا نحن هنا كوجود إسلامي يجب أن نفكر دائما في كيفية تطوير مشاركاتنا في المؤسسات المجتمعية بكامل أشكالها، التعليمية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية، الإعلامية. ولذلك فنحن كمؤسسات وعلى رؤوس مؤسسات من المهم جدا أن تناقش هكذا مواضيع، وخصوصا أن هناك تقاربا أوروبيا يدعو إلى أن نفكر في كيفية توريث وتوطين هذه الدعوة وتدريب القيادات الشبابية الصاعدة القادمة من أجل أن تستمر في هذه المسيرة. هذا أمر يعني بأبعاده المختلفة دائما على رأس قائمة أولويات المؤسسات الإسلامية الأوروبية. جميل، سنعود معكم هنا لنقطة المشاركة المجتمعية، ولكن أود أن أسأل فضيلة الشيخ طه حول سبب تنظيم هذه الندوة. شيخ طه، ما هي الأسباب التي دفعتكم لذلك؟ هل هو الاحتياج بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله وبعد، عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعليكم تحية السلام لحضرتك ورحمة الله. المشاهدين جميعا. في الحقيقة الحاجة متجددة ودائمة للحديث عن ضرورة ووجوب المشاركة المجتمعية لمسلمي أوروبا، يعني لم يكن هناك سبب وقتي فقط، لا، كل وقت نحن بحاجة أن نتحدث عنه، سيما في أوقات يعني الإسلام والمسلمون في قفص الاتهام من قبل بعض الدوائر ومن قبل بعض وسائل الإعلام، فتصبح الحاجة أكثر إلحاحا عن الحديث عن المشاركة المجتمعية، تأصيلها وصورها ومآلتها ونتائجها ونماذج منها يعني. جميل جدا. لو سمحت لي هنا بالانتقال للأستاذة رغد، فيما يتعلق بالمعنى هنا والمقصود والدلالات من المشاركة المجتمعية لمسلمي أوروبا، ما هو؟ الحقيقة نحن كمؤسسات إسلامية، وأنا أظن طبعا هناك مؤسسات تخصصية تعمل في جوانب معينة دون غيرها، ولكن أظن أننا نتشارك تقريبا بأنه لابد لقيادة هذه المشاركة المجتمعية، سواء مجتمعات أو وجود إسلامي أو أفراد مسلمين، من أجل قيادتها، من أجل العودة على هذا المجتمع الذي نحضنه الوطن الأوروبي بالنفع العام، فنجعله دولة أكثر عدالة، دولة أكثر رقي، ونؤمن بأننا نحن كوجود إسلامي يعني نعتبر من الثروات التي يمتلكها أو تمتلكها الدولة التي نحضن فيها، فيصبح عندنا يقين حقيقي بأننا كمسلمون انطلاقا من مبادئنا، انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف، أننا كمسلمون مطالب من عندنا القيام بواجب النفع لهذا جميل. المجتمع، سواء للمجتمعات الإسلامية أو للمجتمع العام الغير مسلم كذلك. فأنا أظن انطلاقا من هذه تبدأ التفكير في كيفية تطبيق هذه النظرة أو الرؤية أو ما نسميه بالفيجن للمؤسسات المختلفة، طبعا كل حسب تخصصه، المؤسسات الشبابية، المؤسسات الدعوة، المؤسسات النسائية وهكذا. جميل جدا. فضيلة الشيخ طه، هنا فيما يتعلق بأثر هذه الندوة، هل حقق الهدف من إقامتها؟ أنا تابعتها شخصيا صراحة، وتابعت الكم الهائل من التعليقات عليها والأثر الذي تركته لدى من تابعها، هل وصلتم إلى الهدف من خلالها؟ أولا يحسب للمجلس الأوروبي للأئمة ولهيئة العلماء والدعاة أنها مؤسسات تمثل الأئمة، يحسب لها أنها تهتم بهذا الملف الخطير والمهم جدا. ثانيا أهمية الندوة من حيث الضيوف المشاركين فيها. الضيوف المشاركين في هذه الندوة، أولا الأستاذ رغد، الأستاذ حسام، الدكتور ياسين، جميل. كلهم يجمعوا بين الخبرة العملية والهم الدعوي والمسؤولية الإدارية وفقه الواقع الأوروبي والإلمام به، فهم أصحاب تجربة.
الحضور تقريبا فاق التوقعات، سواء عبر الزوم او عبر البث المباشر. ويهمني في الحضور نوعية الحضور في الحقيقة. كثير منهم هم أكاديميين ومسؤوليات دعوية وتربوية وتعليمية، جميل. حتى تفاعل الأفكار سواء بالأسئلة سواء بالمشروعات والمبادرات التي تنتج عنها، أعتقد أنها مهمة جدا. والأمر لا يتوقف على ندوة واحدة، إنما الأمر يحتاج إلى ندوات وإلى مبادرات عملية وإلى طبعا، تحريك هذا بشكل كبير. يعني ولكن الجهد الذي تقومون به جهد مبارك يعني، والتكثيف في هذا الإطار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أستاذة. يعني فيما يتعلق هنا بالتحديات والفرص، تحدثتم عن هذا المحور وهو يعني المحور خلينا نقول الأخطر، لأنه يحتاج إلى الكثير من التوصيفات الدقيقة في التحديات، وكذلك الأمر الآمال الواسعة والمنضبطة بنفس الوقت في الفرص. ماذا عن ملخص ما توصلتم إليه؟ نعم، الحقيقة هي الندوة أنا أظنها جزء من سلسلة من نقاشات وحوارات قائمة ومستمرة، ولا أظن أنه ندوة بحد ذاتها أو وحيدة منفردة ستحل قضية معينة، ولكن ما ستفعله هو تأطير الموضوع ووضعه في انتباه المستمعين وفي انتباه من نراهم إن شاء الله من هم قادة في المجتمعات الأوروبية. ولذلك من المهم الاستمرار في نقاش ما نجده من تحديات رجالا نساء مؤسسات وطرحه خلال هذه النقاشات الهامة والندوات الهامة. لماذا؟ لأننا لو لم نطرحه ولم نؤطره كتحدي أو كقضية تهم الوجود المسلم، فلن يتم تحالفات بين المؤسسات المختلفة كالتي حدثت مثلا في هذا النقاش عبر القارة الأوروبية، من أجل أن نتشارك في الهموم المشتركة. ومن ثم هذه التحالفات سواء مع المؤسسات الإسلامية أو حتى غير الإسلامية حول قضايا أخرى، كما شهدتم في الساحة الأوروبية حول قضية فلسطين والويغر نعم، وغيرها الأويغر وغيرها، فكل هذه من المهم أن نتعلم أننا وحدنا لن نعمل. فهذه التحالفات هامة من أجل توجيه النظر بكيفية بناء أو تطوير هذه الآليات، كيفية تدريب القيادات الشبابية القادمة من أجل أن تمضي في هذا الموضوع، ومن أجل تقديم حلول حقيقية وليس فقط ذكرها على أنها مشاكل موجودة دون وجود حل أو جميل طرح. جميل جدا. أريد أن أسمع رسالتك لمسلمي أوروبا فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن أريد أن أسأل فضيلة الشيخ طه حول الأنشطة المستمرة التي تقومون بها، وهل من أنشطة تحضرونها في قادم الأيام؟ احنا اخر مبادره اطلقناها في المانيا مع عدد من المدن ومع عدد من الفرق الشبابيه، هي مبادره تتعلق بحمايه البيئه، هي مبادره زراعه الاشجار. وهذه المبادره يعني تهم الشباب وتلقى تجاوب كبير معهم. هذه من ضمن المبادرات، ونحضر ايضا بعض الانشطه والبرامج المتعلقه بحمايه البيئه بالتعاون مع بعض المؤسسات وبالتعاون أيضا مع بعض الكنائس. هنا عندنا في ألمانيا تواصلنا معهم وفتحنا هذا الملف. والحقيقة الأنشطة المجتمعية بين المسلمين وبين مؤسسات المجتمع، سواء مؤسسات المجتمع المدني أو الحكومي، فوق الحصر وفوق التصور بفضل الله. جميل جدا. أستاذة رغد، في نهاية هذه الفقرة رسالتك لمسلمي أوروبا، ماذا تقولين لهم؟ الحقيقة نحن رسالتنا واضحة كمسلمين أينما كنا، أن لنا يعني نحن ثروة أينما وجدنا، يجب أن نعود بالنفع على كل الحيز أو كل المجتمعات التي نوجد فيها. فيجب أن لا تمر هذه الفرصة الثمينة دون أن نعود بالنفع فعلا، أولا على المشاكل التي يواجهها المسلم في دول الغرب وإيجاد حلول، وكذلك على المجتمع العام، وألا ننسى دورنا في الدعوة في هذه البلاد. مع الأسف أحيانا تشغل
تشغلنا القضايا الخاصة، وخصوصا أوطاننا تمر بمحن، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا الوطن له حق أن نتفاعل معه، أن ننشر ديننا بالأساليب اللطيفة التي يتقبلها أهل البلد، دونما أن ننسى هذه المسألة، ودونما أن يعني نستخدم الوسائل التي ربما تكون يعني تبعد الناس عنا بدل أن تجذبهم إلينا. هذه مهمة جدا أن لا ننساها، وأن نتذكر أن هذه الدعوة وهذه المؤسسات وجدت لتوطين وتمكين هذه الدعوة هنا، بحيث نكون مؤسسات بريطانية، ألمانية، فرنسية، أينما كنا مفتوحة للجميع ولنفع الجميع بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم. الأستاذة رغد تكريتي، رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا، شكرا جزيلا. والأستاذ طه سليمان عامر، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للأئمة، شكر الله لكما مشاهدين الكرام والكبار كذلك الأمر. إلى خبر أخير، أثنى مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي على العملية التي قام بها 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من تحرير أنفسهم عبر حفر نفق من غرفتهم إلى خارج سجن للاحتلال الإسرائيلي. وقال الخليلي في تغريدة له على حسابه على تويتر: إنما هياه القدر السعيد للسجناء الفلسطينيين المعتدى عليهم من فرصة الخروج من أقوى سجون الكيان الصهيوني المحتل وأشدها مراقبة، أمر له ما بعده. وتابع: فإنه يؤذن بنصر الله القريب من حيث لا نحتسب جميعا. واستطاع 6 أسرى فلسطينيين تحرير أنفسهم من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الاثنين على غرار الهروب في أفلام هوليود كما وصفه البعض، ما ترك سلطات السجن تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع. هذا هو السجن. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منارات، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ها هو فاتح حبابة يحييكم، في أمان الله.